سيكون مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم عمر خريبين نجم الهلال السعودي وأول لاعب سوري يشارك في بطولة كأس العالم للأندية. أعلن الاتحاد الدولي للعبة قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية خلال هذا الشهر، وضمت قائمة الزعيم في الهجوم عمر خريبين، أندري كاريو، بافيتي يمبي غوميز، ويشارك في كأس العالم للأندية كل من السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة ومونتيري المكسيكي والهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي والترجي التونسي وليفربول الإنجليزي. وتنطلق البطولة يوم 11 من الشهر الحالي حيث تستضيفها قطر.